senhora chuva e se acende. انه كيعطيه هذا البعد، انه ما يخافش من اللوحه ويحاول
الخطأ ما كاينش خطأ في اللوحة، ما كاينش حاجة ما صدقاتش. أنت كيفاش غتخرجها؟ أنت الروغار ديالك، وبلوس كيكون عندك أن روغار لي كتبغي دير الشجرة وما كتصدقلكش، شوية كتقول لا لا دير بحال شو الوردة، بان سير على أساس أنها غادي تكون وردة ولا تكون شي حاجة أخرى. هذاك الشيء اللي وقع ليا في اللوحة ديال العود اللي شفتو هو أنني عطاني لو كوتو بديت كنخدم، ثقوا بيا ما كانش عندي في راسي، مي شوية شوية بان ليا بحال الدورة ديال العود وأنا نتبعها، وأنا نلقى واحد شي حاجة زوينة اللي حسيت براسي بحال وإلا ما كنتش تولدت من جديد، مي اكتشاف أنك كتكتشف شي حاجة في راسك بحال جون بوسانتا كيقول لك لابد من الفوضى لاكتشاف الذات، هذيك الفوضى اللي كدير مرة مرة وهذاك الزون دو كونفور ديالك اللي كتخرج منها باش تغامر بشي حاجة أخرى كيمكن ليها تخليك تخلع في النفس ديالك وتكتشف أشياء أخرين. هذه ما عمري ننساها كدرس مع عند صديقي رشيد. حاجة أخرى هي أنك غادي تعرض قدام الناس قدام البعض في وسط منهم غيكونوا 14 ولا 15 واللوحة ديالك غتكون بيناتهم. سا بوسيبل فو اوزي الفير. علاش؟ حيت هما كيبلوكيونا وين اللي غادي يقولوا عليا فنان بغا يدير كلشي غيدير التمثيل ويدير الاخراج وغيطفر حتى على هادشي وهاد بنادم فوش جامي يدير سا، فوش جامي يدير سا في اي حاجه في حياتكم. بالعكس والله الا الله سبحانه وتعالى خلقنا متعددي المواهب ولكن حنا اللي كنحدو كنبلوكيو راسنا بغا يقولوا عليا الناس اون سون فيش. الا قلبتي على الناس اللي نجحوا في حياتهم غتلقاهم الناس اللي ما عمرهم توا في الاخرين اش غيقولوا، حيت الناس غادي يهضروا بحال هاد القضيه ديال الجنازات الدارنيه بين قوسين ديال بعض الفنانين اللي كيتوفاو ولا شي حاجه، لما كتمشي لجنازتهم كيقولوا لك حتى ما عرفتش شنو بلاصتهم، الا كنتي مشغول سبحان الله ما مشيتيش كيقول لك وما مشاوش حتى الجنازه ديالهم، الا مشيتي عندو في المرض كيقول لك ما عرفوه حتى مرض، الا تعاونتيه كيقول لك ودابا عطاو جوج دريال غادي ندير فرحوا لنا راسنا. دونك شنو يمكن لك دير؟ دونك رضا الناس غايته لا تدرك، لذلك حطوا عليك الكلام ديال الناس ديروه ولوحوه في شي بلاصه سدوا عليه ولوحوه السيرفيس باسكو ما عمركم غتحتاجوه حيت غادي غير بلوكيكم. دونك بالنسبه لينا كانت انني ما نتصنتش حتى لنفسي وانني ما نخافش شنو غنقول، كانت بالنسبه ليا مرحله زوينه اللي تخطيت منها وتعرفت شي حاجه. الحاجه الثالثه سي كو جا راس مفوقاش، عندي جوج وليدات سليم وادم الله يحفظهم، دونك بني الدار بحال بحال الناس كنحلم درت له بيتو درت له الدوش الاخر هذاك الشيء ديالو هذاك الشيء كيبغي غير الان الله يحفظكم الله يحفظكم وليدات ان شاء الله تنتوما تكونوا معاهم اي سي سيور غادي يعطيكم الله. ولكن انا واحد الاب اللي عزيز عليه يتغدى مع ولادو يتعشى مع ولادو بمعنى لو الماكسيموم اللي يمكن ليا نجلس مع ولادي كنبغيه كنبغيها تكون الحمد لله ولفناها. جا واحد الوقت لقيت واحد مشى للاخوين واحد مشى للفيليير ولقيت بواحد غير انا وماما ما عجبتني ديبرسيون كنلقى راسي او جيت طفي فينالمون انا جالس هنا ومراه عيات بكري بعدا طونسيون مسكينه الله يجيبها نعسات وانا جالس هنا وكان عندي التوناج كنت كنجي كنجري باش نجلس مع ولادي وليت كنجي كنجري يمكن حتى مرة تجي عندي لونطاري با بروبليم ولكن كنت كنجي بالعجل وليداتي ندوز لهم لي ميساج نوصلهم فجاتني المرة هادي كوني انني ناخذ الريشه ونمشي هزيت واحد نهار سي رشيد مشينا وشريت الصباغ كلها كاع الريشات اللي كنعرف سميتهم وكنعرف سميتهم الموانس هذاك الشيء كلشي شريته وحطيته حدايا باش انني في اي وقت بغيت شي حاجه يمكن ليا نديرها. اي حسيت براسي انني دزت واحد المرحله زوينه في حياتي بديت كنحس بهاد القضيه ديال لاكرياسيون. الحاجه الثالثه واللي فيها متعه هي لما كترسم شي حاجه وكيجيو الاخرين وكيشوفوها كيقولوا لك واو واش انت اللي درتي هادشي. كتحس بشي حاجه واحد الشعور زوين من الناس كيعجبوهم هذاك الشيء والاكثر من ذلك هو انك لما كتهدي اللوحه ديالك. اتس سي انا نجاوب
اصدقائي من هنا ومن برا كيديو الطابلو ديالي لانهم شافوه في انستغرام عاد اللي كنت كنرسمو وكنحلمو انهم يشريوه ولا هذا فانا هديته ومشيت وحسيت ان واحد الجزء مني واحد لو مومون اللي دوزتو حدا لا طوال حيت كتحوز الوقت قدام لا طوال حيت كتفكر كتهضر معاها كتهضر معاك تو يسي دي شوز كدير هذيك الصباغه كتجلس فيك وبين نفسك كتخلي واحد لاطراس حيت الجميل فينا وانا كندير واحد فيلم جوستو على هاد لاطراس اي واحد فينا في الدنيا كيبغي يخلي اثر في الحياه ديالو بيان سور من اول اثر كيخلي الانسان هما الوليدات اللي كيبقاو الخلاف من بعد كيخلي الانسان العمل الصالح يعني العلم اللي ينتفعوا به الناس شجره اللي دارها كلمه طيبه شي حد يعاونه في حياته انه وصل لشي حاجه كلهم اثر ومن بين الاثار اللي خلوه من الناس القدام هاد الرسومات اللي كيمكن ندير الانسان داير الانسان دايوغ من اول ما بدا البشر كيعبر بدا كيعبر على ذاته من خلال الرسومات اللي كانوا مكتشفوهم في الكهوف وهادشي ما غاديش نقول لكم يعني راكم كتعرفوه دونك كان الرسم هو من اول وسائل ديال التعبير اللي كيعبر على الانسان ولكن سبحان الله بقينا ومشينا مع هادشي الانترنت ولينا صبحنا كيخدم غير هكذا ولا هكذا ما بقاش كيقبض شي حاجه باش يعبر ولينا كنستهلكو وكنستهلكو وقتنا وعمرنا في نفس الوقت في الوقت اللي كيمكن لنا هذاك الوقت ندوزوه في شي حاجه زوينه اللي يمكن هنا بيان سور ما كنهضرش ان الانسان يكون بعد كبير يكون شي حاجه اخرى هذاك الشيء يعود لك ولا الظروف شنو غادي تصنع منك والامكانيات والطاقه اللي عندك الداخل كنهضر عليه ديجا وهذا الشيء قلت اي واحد يوصل لها لان كتكون وسيله ديال التعبير ديال اي واحد فينا انه يرسم من الاشياء الاخرى هو انك صفر الله العظيم ربي تسمح لي تكون الله ديالك ديال اللوحه ديالك بمعنى انت الخالق انت الخالق ديال هذيك اللوحه بمعنى الشجر والبحر والسماء اللون ديالها في واحد اللون انت كتخيلو موف كترسمو موف وكيتقبل وكيقراوه الناس كتخيل ورده كتخيل اي ورده كتبقى تابعه تابعه ديال الالوان اللي خلق الله كتحس بلي ما مشيتيش تقلب في الطبيعه ولكن فيها كريه كلك الشوز ومن بعد كيمكن نكتشفوا بلي هذه الورده سيكزيست لا قلب على شي واحد ولقى واحد السميه ديالها ولا قريبه لواحد الحاجه هذه القضيه تخلينا نخرجوا بزاف ديال الحوايج فينا الحاجه يمكن الخامسه ولا السادسه ولا السابعه هو ان الانسان كيصبح اكثر توازنا وكيبقى يشوف الحياه وكيبقى يدير قدامه والله العظيم قبل ما نكون كندير الرسم لم اكن انتبه الى ان الشجره والاوراق ديال الخضره فيهم دي ديغرادي ديال الخضر انكرويال كنت كنرسم اللون ديال الخضر بمعنى كنشد واحد اللون الخضر كندير هو الوراق كنقول علاش ما كيشبهش الطريق حيت ما كايناش شي شجره فيها نفس حيت سقوط الضوء عليها كيعطيها من اي بلاصه وصل منها وصل لها الضوء كيعطيها لون مختلف كيخليك انك تشوف الطبيعه اللي خلق الله وتشوف هذا الجمال ديال هذا الكون سبحان الله سبحانه وتعالى وكتعرف الله شنو لا كرياسيون اللي دار في لو موند الا كنتي انسان غير عادي كدوز قدام الاشياء ما كتشعرش بها كتشعرش بهذيك الدوده اللي كتكون في الارض كيكون فيها واحد مجموعه ديال الالوان الا بديتي كدير الرسم كتبدا تقول كيفاش غنخرج هذا اللون شنو خصني نخلط باش نقدر نخلص نخرج هذا اللون اللي كاين في هاد التاتا ولا كاين في هاد الدوده ولا كاين في حوايج اخرين بمعنى كنبقاو نوليو نبروفيتيو من الحياه ديالنا وتشوفوها لانه وتشوفوها لانه فعلا الحياه ديالنا جميله ولما بدينا كنشوفوا الجمال نتغير نصبح اكثر ايمان بالله نصبح اكثر تفاؤلا واكثر ايجابيه لاننا نرى كل شيء جميل حتى القبح اللي عنده حنين قد نراه جميلا وان كنشوف غير حجره كحله ما فيها حتى شي حاجه نزول تقول سبحان الله شنو الحنين في هذه الشجره وفي هذه الحجره شوف بينا شوف كيما ديال اللي هنا وشوف كي دايره ويمكن تهزها وديرها في الفيترين ديالك هذا هو اهم شيء وتقول انا كل واحد يقول انا ليوناردو دافينشي ديال راسي انا اكبر باتر مزيان ان الانسان يقولها ماشي مهم تقال بالخير سوفون لي باتر
كنعرفوهم اللي الان الا واحد ديالهم ما عادش كيوصلوا الثمن ديالهم، كنشوف الفقراء لم يعترف الناس باللوحات ديالهم. علاش؟ لانه لم ينظر اليها كما تنظر لها سنين من بعد. هل هذا هذا سؤال كبير انها تطورت مع الوقت، ولا الانسان يتطور، ولا هو ولات عنده قراءه معينه، او ان الانسان اصبح عنده من البخ ومن الامكانيات الماديه انه يشتري لوحه ربما لا تساوي 10 دولار، يشتري 200 دولار، باسكو الى ممكن يدير الناس انا اخلاما لك انت وانت وانت وحنا 10 ملايين عندنا هذه اللوحه. هذه موقع واحده اخرى كتوصل عند الناس، والا الى حيدنا السميه ديال مولاها وحطيناها في الجوقيه غادي نشوف واش غادي يعطوها نفس الدولارات وهذا الشيء، ولا الا لانها حامله لاسم صاحبها التاريخ ديالو المسيره ديالو بس صبحت هكذا. هذا مشكل اخر ماشي انا اللي نهضر فيه، ربما الاساس ديال الوفير، ولكن انا اليوم كنت لكم باش جيت باش نقول لكم يمكننا كنا نكونوا كرسول، كنا ناخذوا وسيله ديال التعبير ديالنا، كنا نشوفوا الخلق والكون اللي خلق الله قدامنا، حيث الكون جميل وحنا جميلين، واكثر روعه بما خلقنا الله سبحانه وتعالى من القلب اللي كيمشي بعيد في الوقت اللي كنفكر فيه هو بنفسي انا ناعس وكنمشعش وكنضر ونتقلب، حيت واحد لامبارتي فيا الدم ديالها جمد وكتقول لمخي وتقلب بنادم وانت ناعس وخدام وكيقلبوني، كنقلب راسي كتقول ان تو ديبو ميم المشاكل اللي كنلقاو في حياتنا، ميم العقبات، ميم لي بروبليم، ميم السقوط او عدم النجاح في مجموعه المهام، كتقول فيها خير، ربما غتدفعني ان ندير حوايج اخرين، وبالعكس كل ما صحتنا كل ما غادي نوضو، كل ما كان السقوط ديالنا صعب، كل ما كانت القمة والهمة ديالنا غتكون أعلى. ميرسي بوكو وشكرا.
artiste plasticien, pardon, Maroka Afif Bnelli, s'est vu décerner la médaille européenne pour les arts plastiques pour son œuvre intitulée La Kasba Metin Zoulib, site historique situé au sud du Maroc, dans la région de Delbès. L'artiste, qui se dit autodidacte, a indiqué que sa relation avec la peinture remonte au début de son enfance, ajoutant que son expérience artistique a notamment évolué grâce au concours de l'artiste français Stéphane Edmond Weil, qui lui a appris des techniques professionnelles particulières. Membre à vie de la Fédération nationale française pour la culture, Afif Bnelli avait exposé la Kasba de Tindouin au Salon international de prestige, Les Regards 2004, qui a eu lieu du 25 juillet au 6 août à la Cité des Arts dans la ville de Saint-Tropez. Merci. Maintenant, mesdames et messieurs, j'invite tous nos artistes sur scène. Nos peintres, nos artistes, leurs noms. Je ne les vois pas d'ici. السلام عليكم ورحمة الله. إخوة الفنانين
ما شاء الله عليكم. غير كنتمنى من الاخ البخاري نظرا انه يعتمد الليقه في الاعمال ديالو. علاش؟ السلام عليكم. هذا اعتبار سؤال مستضيف ديالنا السي احمدي. يعني بعد المسيرة ولا التشكيل كنطلب على واحد السيمبول هو اللي غادي يحتاج كنطلب على الإضاءة، يعني باش نتفكر باش نتكلم في نحسن التضاد ديال الأضواء والإيمان. هذا اللي جاني باش نختار واحد السيمبول ديال الفلول باش نطبق عليه هذا التخصص ديال الإضاءة دور القلب باش تمكنني باش نعطي هذا التضاد ديال الإيمان باش يكون واضح بالنسبة للمتلقي، ماشي بحال السيمبول العادي اللي هي أبيض، يعني كتحتاج بعد شي وسائل أخرى باش تطبق هذا التضاد ديال الإيمان. داكشي اللي جاني باش نفكر في هذا السيمبول هذا باش نعطي الواحد ديالي إضاءة أحسن. أنا إذا سمحتي لي غير واحد راه السؤال اللي توجهش لي، إلا السبب سيسي لي هاد الفلول، لأن الفلول عزيز علينا كاملين كارتي سطات، فهو لو باتر هذا خصو يسيري كلشي، الخشب والورقة والأطوار والفلول، ما كاينش حاجة اللي حكر على شي واحد، تو تي بيرمي بوغ أن أرتيست، دايوغ لا جوكوند سي أون باتور سور بوا، سي سابون سي جو بوا، لا جوكوند مرسومة على الخشب. ولا جوكوند هي لوحة صغيرة ماشي لوحة كبيرة في 70 حتى 50 حتى غير الفلول اللي صراحة أنا شخصيا مثلا نقدر نستعملو السر ديالو هو اللون الأسود. يمكن تخدم على فلول خضر ولا أحمر ولا أزرق يمكن يعطيك أن في، ولكن داك لوا ديال الفلول تيعطيك هو لوا بصفة عامة. وقت تخدم سوغ أن بابي نوار ولا فلول نوار كتعكس الآية. إلا كانت في الأدوار بيضاء دونك تقلب على الظل تبغى شيرشي لي زومبر ديال كذا، انت في 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 لو سيبور نوار في فيلو اكثر لا توشكي لا تيسير لا لوميير كتعكس هادشي اللي يعني اللي نقدر ندير. وحتى انا في الشناعي حتى هو تيستعمل فيلو. السلام عليكم. حتى انا بغيت نضيف واحد القضيه على تقديم الفلو. اولا خصنا نعرفوا ان التقنيه ما كتقدرش داك الشيء اللي تقدر ديرو على الاطوال بنون، تقدر ديرو على الفلول او على الخشب او على الحائط او على اي سيبور كيما كان. المهم هو تكون عندك مهاره باش تخرج الالوان وتتعامل مع الصباغ. هذا اللون الاسود كما قال الاخ رشيد وبخصوص الفلول كيعطي واحد الحلاوه في الرسم وكيعطي الوان باهيه وكتخرج اضاءات عاليه. وهنا في هذا المنظر كنشكر الصديق ديالي حسن بوخريفي اللي على ما شفتنا اول من رسم على الفلول وتبعوه العديد من الفنانين التشكيليين بما فيهم انا والاخر 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 والان انا شفت من ذلك ان هناك اجانب شافوا وبداوا يرسموا على الفلول وهذا مفخره للفنانين كلهم ان يوجد واحد فنان جرب واحد الحاجه ونجحت ونجح عالميا. بغيت نسول رشيد بلادي على اللون المفضل اللي كيعجبو اللي كيبغي يجسدو في اللوحات ديالو. عندي واحد اللون ديال الصفر المخوف الليموني وجرب كيعجبني. بيان سور كيختار اي بزاف ديال الالوان ولكن الالوان كنحاول نقلب عليهم سوما. علاش؟ الله يعين ربما لان روحي ترتاح لهذا النوع من الالوان، ولكن الحوايج اللي قلنا هو ان الروح ايضا عندها واحد الالوان اللي كترتاح لها وكتقدر، وهذا الشيء استعملوه بزاف في التوكوز ديالنا، استعملوه في القهوه، استعملوه في الزمن، ولكن ما كيعرفوش علاش بالليل كاين واحد اللون ديال الخضر كنلقاو عندهم، كنلقاو في الاسياد، كنلقاو في الاضريح، كنلقاو في الاضريحه، لانهم كتخاطر الروح في الكوكب.
وضرب معاك. شكرا. شكرا.
نمشي نقلب على كونتر بلاكي ريفات ولا طرف ديال الكارطون وكنخدم بالصباغه ديال السيارات داك الحب سميتو اسرع اطلس كنخدم به بديت كنخدم بديت كندير لي بيزاج ومن بعد البيزاج بديت كندير غروب الشمس والبحر بهاديك الصباغه هادي بحال كتعاني ملي كدير الشتا كتصبقك هي كتمشي بهذاك المعاناه ديال العمل اليومي دازت 4 سنين بديت خدمت المدينه وراوني الاخوان كيفاش كيخدموا والماتيريال باش كيخدموا هزيت الشتا كنحط الشتا كنلقى الشتا صبقاتني علاش؟ لان درت حمل الاثقال درت الحمل الاثقال ولا كيلو كيجيني بحال كنهزو بصباع واحد وليت كنخدم جيلاريه فيها 5 متر كنخدمها 5 نهار رجع الثقه وكيرجع للشخص ولا الفنان انه قصر يدير واحد المجهود باش يوصل لهذاك الهدف اللي بغا هو يوصل له شكرا Bonjour, je me présente, je m'appelle Lisa Zalo.
et je suis artiste peintre aussi. Je suis fière de vous, de votre travail. Vraiment, c'est une fierté pour nous. Et tout à l'heure, j'ai entendu parler d'une association des artistes, et j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit, enfin, où elle se trouve et comment participer. اولا شكرا للاخت على الكلمات الجميله والطيبه اللي تبحنا، وحنا كذلك كنفتخروا وكنعتزوا تواجدنا في هذه الجامعه مع الوجوه النيره والطلبه، وكنشكروا جميع من حضرنا. وبغيت نقول انك ما كتبتيش بانك كنت من الحماقه لابدا، لانك بديتي تقول ان لوسكون فوا ان ارتيست لا فولي با لوان. هذه الحماقة اللي كتصنع الجمال وكتعشق الجمال وفيها إنسانية ولا رسالة وتستعمل الألوان وكتبحث وكتذاكر وعندها كتأثر أطفال وكتأثر كبار وعندها رسالة لابد. وبالنسبة للوقت عندنا أسوسياسيون نعطي السي بن عبد الله باش هو يعطيك. ولكن العزف ضروري انه من الجامعه في طريق الاسوسيسيون، دونك الاسوسيسيون ما كناش بزاف، العمر ديالها واحد عام ونص، والاسم ديالها هو ليان ارتيستيك كولتورال، دونك كنربطو يعني انا ربطنا جميع الفنون. انا الهدف ديالي هو كيف واحد النهار وجهت دعوه للاخ رشيد ومستجب الدعوه، الحمد لله حنا غاديين، فكنتمنى واحد النهار في الاسوسيسيون نجمعو الفنون. كانت واحد الوقت السبعه دابا راه 11 ديال الفنون، كاين الفن الثالث اللي هو ليزار فيزويل اللي كنستابع كذا، فهذه كلها يعني اسره واحده تكبر بحال المجموعه الشمسيه. دونك لاسوسياسيون هي لا ريبوس اكو لاسومبلي ليزار ليزارتيست مرحبا بكم، بوغ فو كومونيكي لي كوردوني ان شاء الله. انا كنت كنتمنى نكون معكم نبغي نقول واحد الكلمة بالعكس، أنا كنشكر الدوري هاد الشباب اللي عينونا، عطونا الفرصة أننا نكونوا أساتذة ديال حسن بير قطعي، زعما ولا زعما ولا كبر بكم سنة في بليزير، جوستو هنا جينا حيت ربما أنا من الناس اللي تحرموا ما كملش الدراسة الجامعية، مشيت درت المسرح، سي أن تخيك بالعكس، نبغيكم تمشيو أحسن منا وما تبداوش. واش يمكنكم ما تبداوش من الصفر، وانكم تامنوا بالعطاء ديال الناس اللي سبقوكم، ماشي تنعلوهم، كلما جاءت امه نعلت من سبقها ويقولوا ما كيعرفوش، نو حرام. بعض المرات كيكون الدروج طالعين كتجي انت كتقول الدروج كلهم خايبين، نو ديجا راه وصلوا للدرجه السته ولا السبعه، الفو كونتيني، كوم جي دي توجور بحال سي رشيد اللي دابا حنا نهضرها، اللي وصيكم، وسوفون كنبغي نقولها لكم، انا كنعتبركم كلكم ولادي، وكنعطي واحد المثال كنقول انت غادي في الطوموبيل ديالك وخفاك في الطوموبيل خشاشه كونتريتي، المهم كدير فيها شويه ليسانس كتوصل بها، وحنا وقفنا في لوتولوت، تصور انك وقفتي في لوتولوت ونزلتي ولا ماشي في لوتولوت في الطريق وجلستي فوق منها طالع لك الدم وجبتي لاحظ ولا التليفون ديالك كتزابي اون اتوندون، دازو شي دراري اخرين طوموبيل واحد اخر فيها 4 ولا 5 إلا دازو وشافوك شنو يقولوا؟ واحد عصا كيتسنى شي وحدة كيتسنى شي واحد تعطلات عليها شي وحدة وما جاتش وخلاته من الشنطة، مي نتخيلوا أن نفس الشخص غادي طوموبيل 4 ولا 5 مليون دير فيها 30 درهم ديال ليسانس ووقفت ليه ونزل ودار ها ما لقى حتى واحد بيعاونو حل الطوموبيل وبدا كيدفع فيها شويه بشويه، دايزين نتوما الطوموبيل اش غتقول؟ حنا 4 دراري ندفعو معاها سافو ديغ كوا؟ سافو ديغ فو با اتوندغ، فو دير لو جيست ديالك، دير البا ديالك، شتي لاخر شتي الله سبحانه وتعالى والكون كله واجد وحاضر حيت بدا الجيست الاول. اللي بيها اللي ما عطاتناش الله ينعم.
تحت التراب ستقولها على رأسك.